نشكركم لان صافي عليكم بعدا كنشكر من البنين على هذه الدعوه هذه لان قسمها واحد المنطقه من المغرب حطيت عليها ملامح جغرافيه مناخ رجال كرم ناس ظريفه بزاف جو زوين بزاف حتى كانت المنطقه ما عرفهاش حتى في الكيله بالنسبه لي خاصك في الجنوب ماشي في الشمال شفت ناس للاسف ما كنعرفش الاسماء السيد اللي عرفت السي قاسم الخزيوي راجل محب ماعرفش التسميه انا عاد كنتعرف عليها الصباح سيد الباشا سيد الرئيس ليلى مزيانات ناس ظريفين بزاف عندهم شغف عندهم حب وخصوصا المسؤولين مآمنين بان الثقافه خاطره مهمه في التنميه يا ريت المغرب كله المسؤولين ديالو يتعاملوا مع الثقافه ومع الناس الفنانين المبدعين بهذا الشكل هذا المغرب ديالنا 100% غيزيد في الدار شكرا لك يا